زهور الكوزموز، حكاية من التراث الألماني. أنا فتاة تعيش وحدها وهي فقيرة جدا. أمي، أبي، أنا وحيدة الآن، لكنني سأكون بخير ما دام الله معي. كوني طيبة ولا تؤذي أحدا يا آنا، وسوف يرعاك الله. أجل يا عزيزتي. حاضر يا أمي ويا أبي. هذه زهور الكوزموز كانت أمي تحبها كثيرا، لابد أنها قد ماتت بسبب حلول فصل الشتاء، ولكن أنا واثقة من أنك يا أمي كنت تحتفظين بها هناك. أتذكرين؟ بجانب البحيرة التي كنا نذهب إليها معا. سوف أذهب وأقطف منها الكثير. سأذهب يا أمي. ثم ارتدت الفتاة قبعة مثقوبة ورداء باليا وشالا، ولم تكن تحوي سلتها سوى قطعة خبز واحدة. كانت هذه الأشياء كل ما امتلكته آنا. مرحبا، أنا جائع جدا. نعم. أوه يا إلهي، ما الأمر؟ أنا جائع، أشعر بجوع شديد، لم أتناول الطعام منذ يوم أمس. أنت مسكين جائع. كوني طيبة يا آنا وساعد الناس، وسوف يرعاك الله يا عزيزتي. حسنا، سوف أعطيك هذا. امضغها وكلها في بطء. شكرا، شكرا لك. بدأت الرياح الباردة في الهبوب، يجب أن أسرع، سوف تموت الزهور. سوف أعطيها لك، ويمكنك استخدام هذا الشال أيضا. شكرا لك. والآن عودي إلى البيت قبل أن تصابي بالبرد. هيا يا عزيزتي. حاضر. أتشو. أسرعت آنا إلى مكان ازدهار الكوزموز بجانب الينبوع. كان عليها أن تسرع قبل أن تغرب شمس الخريف ويجيء الليل. أحس ببرد شديد. برد، أحس بالبرد. لماذا فعلتي؟ ماذا تفعل بهذا المكان؟ كنت ألعب فضللت طريق عودتي إلى البيت. أشعر بالبرد. يا للمسكين. أنا ساعديه يا عزيزتي، إنه في مأزق. حسنا، ارتدي هذا. رائع، انه دافئ. شكرا لك. يمكنك ان تغادر الغابة من هذا الطريق، يبدو ان السماء ستمطر. هيا. ولكن الى اين انت ذاهبة؟ ساذهب لاقتطاف بعض الازهار. الى اللقاء. كوني على حذر. ها انا ذاهب الى البيت، مع السلامة. حسنا، الى اللقاء. أوه،
كان على آنا أن تسير مسافة طويلة للوصول إلى الينبوع الذي كانت تذهب إليه وهي صغيرة مع أمها. أمي انتظريني، سوف أجلب لك قلادة من الزهور. ها؟ أنت مبتلة، ماذا حدث لك؟ ماذا حدث؟ طردت من البيت لأنني أخذت الخبز من أبي. هكذا إذن، هذا أمر سيء. نعم يا للمسكينة. أوه أنت، أوه يا إله، ستصابين بالبرد. أنا كوني طيبة وعطوفة معها، إنها في مأزق. يجب أن تبدلي ثيابك في الحال. سأعطيك ملابسي. ماذا تفعلين؟ سأعطيك ملابسي. وماذا عنك؟ لا بأس، لا تخافي، أنا سأتدبر. عودي إلى البيت واعتذري من أخيك، أنا واثقة بأنه سوف يغفر لك. حاضر، سوف أعتذر منه. جميعها، لا مستحيل مستحيل، كلا لا توجد الزهور. لم يعد لديها ملابس أو طعام، لم يعد لديها شيء. فكرت آنا بالقفز إلى الينبوع للتخلص من كل شيء. أمي أنا آسفة، ماتت زهور الكوزموس التي تمنيت إعطاءها لك. لا بأس لا بأس يا آنا، فقلبك الطاهر الطيب أفضل هدية لي يا عزيزتي. نيزك، زهرة كوزموس، يا إلهي لقد منحني الله هذه دون شك، شكرا لك يا إلهي، شكرا لك. كم أنا سعيدة، شكرا لك يا رب. رائع، كل هذه الزهور رائع. شكرا لك يا رب. بكت الطبيعة لشدة ما تأثرت بطيبة قلبها، فتحولت دموعها إلى النجوم التي تحولت بدورها إلى زهور كوزموس وراحت تهبط من السماء. كانت جميعها هدية وهبها الله إلى آنا الطيبة.